وحدات ابليكابلتون لان كل المشاركين اللي حاليها لهم باع طويل في ال في الابلايت، يعني مش احنا مجرد ان احنا هنسمع بس حاجات ثيوريتيكال، لا احنا هنتكلم بيزد اون اور اون اكسبيرينس هنا في مصر، ونبقى اكسبوزد للحاجات الجديده اللي هي بقت موجوده، لان كل الجايد لاين زي ما احنا عارفين كلها اتغيرت. يعني احنا محتاجين ان احنا نغير كل التفكير بتاعنا في كل الانجريدينتس اللي بتتاخد، فان شاء الله يبقى مؤتمر ناجح وتبقى كل اللي بناخد منه فايده علميه ان شاء الله ونبتدي نطبقها. انا يشرفني اني اقدم البروفيسور الدكتور هشام عوض. بروفيسور هشام عوض غني عن التعريف، هو اول مايسترو في الوحده عندنا، ومفيش اي حاجه جديده بنتابعها الا لما هو كان مشارك فيها. كل حاجة أبلايت، كل حاجة بيسهلها لنا، كل حاجة بيدفعنا إن إحنا نعملها. والحقيقة إحنا يعني بنادين له بكل خطوة جديدة عملناها في اليوناتولوجي، وخصوصا في الفيلد بتاعت النيوتريشن دكتور هشام كان بايونير فيها. اتفضل دكتور هشام. نقدم برضه استاذنا دكتور عادل حضرات، هم طلعوا هم هيعملوا دويتو سوا في الانتر نيوتريشن دويتو. احنا سعداء قوي ان احنا نقدم دكتور عادل، هو حضرتك عميل برضه في النيوتولوجي والنيوتريشن، واكيد هم الاثنين هيسمعونا يعني احلى قصائد واحلى يعني عزف وموسيقى في النيوتريشن. بسم الله الرحمن الرحيم. انا فخور ان انا انتمي لجامعه عين شمس قسم الاطفال، وفخور ان كلمه استاذتي واختي الكبيره الدكتوره سناء يوسف خدتني من وقت ما كنت زي ما بقول الدكتور المبتدئ، بسميه الدكتور بشورت. فانا مش فاكر بقى كنت لبست الشورت ولا ما كنتش لسه لبسته. هي الدكتوره سناء تولتني من وانا فسيل صغير كده خالص، وكانت استاذتي واختي الكبيره وعلمتني وقدمتني وربتني، وانا مدين بيها بحاجات كتير خالص، ومصر مدينه بيها واطفال مصر مدينه بيها، بايونير في مجال النيوتريشن وفي مجال طب الاطفال عامه. شرف كبير ان انا ابقى موجود في هذا المؤتمر الجميل والتقي بالناس الجمال، واقف مع اخويا الكبير الدكتور عادل زميل التفاح والحروب المختلفه. حاربنا مع بعض في جهات كثيره، كان الدكتور عادل وانا من اول اشتغلنا مع بعض اول مره في الجهه الكبيره ترانسبلانتيشن، وتمت على ايديه نجحنا في هذا التخصص في مصر الاختيار الكبير للنيتي ترانسبلانتيشن او المدينه. بفضل ده لم نفترض يعني التقديم بتاع الدكتوره راكية والدكتوره صفاء والشير بيرسون، يعني ما نستحقش الكلام ده. احنا بنشتغل مع بعض الدكتوره راكية والدكتوره صفاء، كل الدينامو بتاع المكان اللي هم فيه ووجود المكان وتطوره ليهم الى حد كبير خالص. دكتور عادل وانا هنتكلم النهارده على ايشو، انا شايف انها من اهم الايشو الايشوز فور سرفايفل اوف ذا بريترم بيبيز. لو ما فيش بروبلم نيوتريشن اوف ذا بريترم بيبيز نتائجنا بتبقى زي الزفت. للاسف على مدى سنين طويله كنا بنقول كلام سبب انه رابش، وعلمنا اجيال بطريقه خاطئه، وان الاوان ان الكلام ده يتصلح. ان الاوان الكلام ده يتصلح، هنحاول دكتور عادل وانا نصلح هذا الكلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. بس بقى بقول انا بشكر استاذتي الاستاذة الدكتورة سناء يوسف استاذة العزيزة استاذة الدكتورة اسراف على العودة المشاركة هنا. ده شرف لينا بجد وجودنا هنا وجودنا مع الشباب الجميل اللي قاعد بجد ان احنا this is the target. الحقيقة ان احنا ماشيين الناس دي بقى لازم هي اللي تطلع الناس دي تتعلم ايه الجديد اللي وصلنا له علشان لازم نقدم. هم لسه راجع من مؤتمرين كانوا في دبي. الحقيقه هم بيعملوا حاجات حلوه يعني عندهم طفل عاش مثلا 268 جرام في اليابان 268 جرام واللي كان مشرف عليه شاب صالون كده قاعد جنبي وبترجم له وكده يعني ده المستقبل الحقيقه من الشباب اللي قاعد توليد بعد كده ولازم نطلع على كل ما هو جديد. النهارده ان شاء الله هنتكلم انا واخويا الحبيب العزيز استاذ الدكتور هشام عوض على الانترم نيوتريشن او بريترم داي. ده طفل كيلو 50 جرام نيونيت جاست ديليفرد فاجينا 26 ويكس جستيشن to a 22-year-old primary gravida due to drain, diaper, and fetal distress. Already, the mother received two doses of dexamethasone. The baby is intubated due to severe distress with apnea. حالات زي كده بقينا هنا نشوفها كل يوم من أول ما ابتديت ممارسة حديث الولادة. كنا الأطفال اللي تحت 28 أسبوع بنعمل اعتبارهم أبورشن وما بنقرب لهمش. دلوقتي أطفال زي كده في أحيان كثير جدا بقوا لاست هوب فور أ كابل ويز أسيستد ريبرودكشن. طيب the baby was intubated. طالما هو intubated لازم ياخد surfactant. He received a dose of surfactant. Respiration is now regular. So saturation improved on 25% oxygen. With the baby is extubated on CPAP. وطبعا لازم نرتب له امبلايكال فينس كاستر. ان امبلايكال فينس كاستر was inserted. معلش عايز اعمل كده اتكلم الاودينس الناس اللي قاعده واسالهم are you going to start enteral feeding at this gestational age ده عيد 26 اسبوع are you going to start enteral feeding اللي مع starting enteral feeding يرفع ايده Enteral feeding. Enteral feeding. عند 26 أسبوع. عند 26 أسبوع المؤيد الانترال فيدينج يرفع ايده فوق يرفع ايده فوق فأول مربع فيه 2 ثاني مربع فيه 5 ثالث مربع فيه 7-8 الصف الأولاني فيه 1 المنصة في ثلاثة مش عارف تخلص الصفات بتشاورني ولا الموافقة في طيب what's against اللي احنا نبتدي enteral feeding في ال preterm at this 26 weeks against ان احنا we are working with an immature gut if the gut immature definitely it is an immature gut عندي diminished cell mass وإنزيم أكتيفيتي عندي increased permeability عندي disorder وimmature motility عندي susceptibility to NEC وعندي limited capacity for handling of feedings كل دي حقائق بلا أي ضرب دي حقائق established كل هذه الحقائق طيب what's pro cons يعني against what's pros pros ماشي مع الانترال feeding Maturation occurs rapidly, usually within less than 2 weeks. قلنا less than 2 weeks regardless of gestational age. يعني لو احنا كتب لنا ان احنا نشوف ال 22 weekers surviving زي ما دلوقتي 22 weekers limit of viability بره بقى 22 weekers وفي اليابان مفيش حاجه اسمها limit of viability مفيش limit of viability في اليابان عندهم في العرف الياباني طالما في heart beats ده viable ايا كان خلاص no limits of viability يبقى maturation occurs rapidly within less than 2 weeks سواء كان 22 اسبوع
اسبوع سواء 28 اسبوع سواء 30 اسبوع. Maturation occurs rapidly within 2 weeks. Maturation depends on stimulation by nutrient. يعني تحط nutrient في الكب. You have to give feeding. Feeding في الكب علشان maturation تحصل. Nutrient needs only to reach the stomach. لازم تحط nutrient entering جوه الستومك عشان تحصل ال maturation. عايز اسال سؤال, حد يعرف what is the sign of maturation of the gut of the preterm baby? Clinical sign. هتقول لي انا شغال في وحده امكانياتي بسيطه خالص, اقدر اعرف ازاي ان الغد is mature. افندم؟ زياده الوزن. ممكن زيادة الوزن كثيرا جدا في وحداتنا, العيال بتورى من الانفكشن ولاقي زي الوزن كان موجود 1.50 كيلو بعد 5 ايام بقى 1.5 كيلو. فزيادة الوزن اكيد gut maturity. gut ازاي اعرف منين ان الغد is mature؟ انا قلت 22 اسبوع بقول لك الغد mature في خلال اسبوعين بشرط ان انا احط الدكتور نيوتريشن هو الغد. اعرف ازاي الغد بقى mature؟ That's it. حقيقي الاورو فيكال تايم في الفيري بريترم بيبي ممكن ياخد 48 ساعه واكثر في الكومبيرد فيو اورز, اقل من كده بكثير في الفول تيرم. بس وانس ذا بيبي از باسنج سكولز از جات از ماتيور. ده مش تيست سوفيستيكيتد, دي حاجه سهله خالص نقدر نشوفها. فسيمبلي باسنج سكولز از ساين اوف ذا ماتيوريتي. طيب هيحصل ايه؟ طب افرضوا انا في مكان, انا مكان عندي كل الامكانيات اللي في الدنيا, التي بي ام بتاعتي افيلبل, بعرف اعمل تي بي ام كويس, التريس اليمنتس موجوده عندي, البلانتر فيتامينز موجوده عندي, عندي الامينو اسيدز وعندي الانترافينس ليبيدز اللي الشركات حرمتنا منها لمده طويله كنت لسه بتخانق معاهم, كل حاجه متوفره والحياه بامنه. يعني اقدر ادي تي بي ام وخلاص, مش مهم ان انا ادي الانترا نيوتريشن. What are the consequences of not feeding the gut? أنا أتخلق. The consequences of not feeding the gut. أول حاجة gut dysmotility. يعني الماتوريشن بتاع الغد مش هتحصل. سيبلي أنت بني آدم, إحنا بني آدمين ماشيين على رجلينا بفضل الله بقالنا 60 سنة. 60 سنة بنمشي على رجلينا. هل بني آدم مجبس له رجله 3 شهور ونسيبه يمشي على رجليه مش هيعرف يمشي على رجليه. الغد نفس الحكاية, لو ما اشتغلش الغد مش هيعرف يشتغل, هيتوقف شغله. يبقى gut dysmotility. gut mucosal atrophy and barrier function is lost. يعني gut as a barrier function بتاعته lost. عنده reduced enzyme activity, عندي impaired growth. الهرمونز بتاعت الغد مش هتطلع, وما الهرمونز بتاعت الغد مش هتطلع من ضمنها الانتيروبلوكاجون الهرمونز المختلفة المسؤولة عن الكونتراكشن بتاعت الجول بلادر والفلو بتاعت البايت مش هتطلع, هيحصل لي كوليستيزيس. الفاسكولار ريسبونس بتاع الانتستين از افكتد, والانتستينال فلورا الاستابلشمنت اوف نورمال انتستينال فلورا از ديستربتد. يبقى لو سيادتك كنت عندك كل الامكانيات, وده مش موجود عندنا في بلدنا, كل الامكانيات متوفره في البروبرتي بقى ما تخرش الميه, لو ما اديتش جاد فيدنج هيحصل لي كل هذه المصايب. يبقى جاد فيدنج از اسينشال. ما تكلمنيش في جستيشنال ايج, انا هنا بتكلم 26 اسبوع. لو كتب لنا اللي احنا نشوف ال 22 اسبوع نتعامل معاها, الكلام ينطبق بنفس هذه الطريقه. طيب حد هيقول انت مركب البيبي ده اصطاد سره, حد ار يو جوينج تو فيد ذا بيبي وهو مركب اصطاد سره؟ احنا في حالتنا مركبين امبلايكال فينس كاستر بره, بيركب امبلايكال فينس وامبلايكال ارتيريال, و قرر العرف ان الامبلايكال كاستر
is a contra indication for enteral feeding. اللي موافق على الكلام ده يرفع ايده. Umbilical catheter insertion is a contra indicated for enteral feeding. افندم؟ ممكن حد يبقى معاه ميكروفون ويتجول ما بين القاعه بسرعه؟ feeding is not indication. Okay. وانا بدي ازود لا يعني لما نوصل معين هنشيل من الكتف بس حد ليه راح يجي لك ممكن 200 على التروفيك مش لازم تزود بسرعه بس احنا سلمينا هنشوف دلوقتي يعني هي يو في سي موجوده حد انترال فيلينج اور نوت هو ده الكونسبت الحمد لله ان الغالبيه against stoppage of feeding while having umbilical gastric whether umbilical venous or arterial احنا كنا زمان بنقول ان insertion of umbilical gastric is a contraindicated for enteral feeding وهنشوف دكتور عادل هيورينا حتت متعدده كثيره جدا for not to feed the gut مش موجودة بس عندنا ده موجودة عندنا وموجودة بره. And this proved to be rubbish. This is not a contraindication and can start enteral feeding while having an umbilical cast. When to start feeding? البيبي ده هتديله امتى الانترال فيدينج؟ حد عنده فكرة انترال فيدينج البيبي ده بياخد قد ايه؟ بيبلع قد ايه؟ البيبي ده جوه بطن امه وفي امنيوتيك فلويد والبيبي ده عمال يبلع امنيوتيك فلويد فاهمين كده بقى بيبلع امنيوتيك فلويد يعني الجي اي تي عنده شغال وهو جوه مظبوط؟ تعرفوش الكلام ده طيب الفول تايم بيبي بياخد كميه قد ايه في اليوم؟ كام ملي لتر بير كي جي بير داي؟ البري تيرم بيبي الفول تايم بيبي انترايتراين بيبلع كم ملي لتر بير كي جي بير داي؟ 1 ملي لتر بير كي جي بير داي؟ 5 10 هديهم اي حاجه 150 ملي لتر بير كي جي بير داي انترايتراين البيبي ده ال 3 كيلو بيشرب نص لتر في اليوم يخرج بره بقى نقطع عليه ميه ونور ونسيب الجاب فاضي ونسيب الجاب فاضي الراجل متعود ان هو عمال يشرب نص لتر كل يوم بتاع الفول تيرم و واحنا ليه يخرج بره نقطع عليه ميه ونور ما ينفعش طيب لو قلنا وين تو ستارت فيدينج امتى؟ انتر فيدينج يعني عم يكون ستيبل استنى 70 يوم مثلا ممكن؟ لا مش يوم يعني اول يوم ستيبل هبتدي؟ ها؟ ما خفيش هبتدي هبتدي from first day into feeding عارفين لو ما فيش ملك عند البطن ياخدوا 1 drop of milk 1 drop of milk يعملوا swabbing of the mouth of the baby بيعملوا care of the mouth swabbing every 3 hours ده care of the mouth هناك وده بداية دخول البريست ميلك للبق ما دخلش حتى يجي لسه جوه فأي few drops بتيجي من الأم تتحط فوق البيبي at preterm starting the first day okay فما حدش يتأخر في ال start tropic feeding preferably within the first 24 hours. Exercise caution in extremely preterm, extremely low birth weight infants and growth restricted infants. يعني ايه exercise caution؟ بمعنى ان احنا هنبقى حريصين بهذه الحالات اللي هو البيت extremely preterm, extremely low birth weight infant. وفي البروك ريتارد انفنت ان انا ابقى حريص ان هو يبقى ستيبل قبل ما ابتدي له
الانترفيل او ان انا اطمن ان اللي دخله في الاول بريست ميلك ما حاولش ادخله فورمولا. خلي بالكوا دخول بريست ميلك في الاول اكسكلوجن اتس ا ماتر اوف لايف اند ديث. يعني اول حاجه تدخل بطن الطفل لازم تكون بريست ميلك. طبعا از ماتش از وي كان بنقول لازم عشان هو ده اللي يبقى في دماغنا ما يبقاش في دماغنا حاجه ثانيه. Early introduction of prophylactic feeds compared to fasting are not significant, have a non significant trend towards reaching full feeds earlier and no difference in EC. هي أهم حاجة أنا ما ابتدي بدري وما ابتديش. اللي يخاف إنه يحصل إن أنا ما أدخل الـ enteral feeding early يحصل لي نك مفيش كلام. No evidence إن الـ early introduction of enteral feeding will lead to nك. فالإكتازين تيركولايتس والبعبة بتاعنا ما بيحصلش مع دخول الأكل بدري أو دخول الفيدينج بدري. الانترال فيدينج should start as early as the first day of life. How to use how to start feeding. How to start feeding at the little baby. أول حاجة لازم يكون عندك إيه؟ breast milk. Okay؟ breast milk هاخده من البوم مباشرة ولا هاخده الفروزن؟ مباشرة أحسن. هو الترتيب كده. لبن البوم الدافي اللي خارج منه. This is the first priority. لبن البوم اللي خارج من البوم مباشرة الدافي هو ده اللي يتاخد. يعني لو قدرنا نجيب الام عندي في المحضر في الرعايه اجيب الام واعمل بامبنج للبريست واخد اللبن ده مباشره من البريست بتاع الام احطه في معده الطفل في اي سيتويشن انت خايف منها اما اقول لك بي كوشس يعني الجا لايه؟ للبلسم الشافي ده هسميه بلسم الشافي. بلسم الشافي اللي هو لبن الام لسه طالع من صدرها سخن وهديه للطفل زي ما هو. This is the best. This is the most protective. This is the most nutritive. طبعا كان ال established milk أو البروسترول. البروسترول طبعا نتكلم لسه first day of life. وبالتالي هيبقى ده البروسترول بيتاخد immediately من الأم للطفل في first day. Warm, fresh milk. This is number one. طب لو طالب ملقيناش هيبقى البديل بتاعي ايه؟ اللبن اللي في الام مخزناه سواء مبرداه او حطاه في الفريزر. يبقى ده السكند تشويس. اللي بعد كده لو ما لقيتش عندي لبن الام فور اني ريزن هنلجا للدونرز ميلك. طبعا الدونرز ميلك عليه كلام. يعني في دول بتسمح بيه في دول عندها ميلك بانكس وفي دول ما بتسمحش كده. يعني لما كنت مثلا في اليابان عملوا كده قال لا ما بيسمحوش بدونرز ميلك في اليابان. طيب انا سمتايمز بعمل ايه وهشام بيعمل نفس الحكايه ان بنلاقي طفل الام عندها بلنتي ميلك سبلاي وام ما عندهاش والاثنين preterm babies. فبنجيب الام دي والام دي ونستأذنهم هتاخد اللبن اللي عندك الزياده ونديه للبيبي بعد ويتعرفوا بعض ويبقوا عارفين بعض. وناخد الدونرز ميلك اللي هو بتاع preterm baby ده ونديه للpreterm baby ده. ده الدونرز ميلك. ده السكند تشويس او ثيرد تشويس الحقيقه بعد الماترنال ميلك. اول ماذرز ميلك فريش فروزن وبعدين يجي الدونرز ميلك. لو ما لقيناش هنضطر نرجع لايه؟ البقره. البقره. ها؟ هو اولا هي ما باخدش قطعه مشبعه عشان نقول هم خمس قطعات مشبعه، ده حاجه كلها هو مشبعات. هو حضرتك الشرع بيقول خمس قطعات مشبعات. خمس قطعات مشبعات، انا بتكلم تو انيشيش الفيدي يعني باخد كميه قليله فليست قطعات مشبعات. خلاص؟
طب انا عايز اسالك يا دكتور عادل، طب اما الام كانت في البيت وشفطت اللبن لمده كذا يوم وشالته في الفريزر، دي ان ويتش اوردر؟ دي من ضمن عجائب خلق الله سبحانه وتعالى. الريسك ليفل بيتغير فروم اور تو اور، فروم داي تو داي، وذ كونديشن اوف ذا داي بيتغير. لو جينا قلنا البيبي ده الام دايما بنقول لها شفطي وشيلي في الثلاجه في الفريزر واكتبي عليه التاريخ والساعة، تاريخ والساعة. لبن الساعة 9 الصبح يتاخد الصبح عندنا، لما نجيبه ناخده عندنا. الشفط اللبن اللي مشفطاه بالليل نديه بالليل. عشان الفاريشن في الملك بتاع بالليل بيساعد البيبي ان هو ينام. اشوف السليب ريزم بيتظبط ازاي؟ بريست ميلك بالنهار غير بالليل. بتاع بالليل نديه بالليل، بتاع النهار نديه بالنهار. نفس السيكونس اللي احنا واخدينه من الام نديه للبيبي. فذيس از فيري امبورتنت، وما فيش لبن بقى هيعرف يعمل الكلام ده، صح؟ مظبوط؟ لبن البني ادمين ملوش مسؤوليه. في حد هيعترض ويقول لي طيب او حد هتقول انا ما عنديش لبن بس اختي والده وابنها سنه شهرين، هل الافضل وده عيل 26 اسبوع، هل اخد اللبن الاخت اللي بترضع طفل سنه شهرين ولا ادي ارتفيشال فورم لاني احسن؟ قول. ديفنتلي هاخد اللبن بتاع الطفل سنه شهرين، هو لبن البقرة اللي انا هاخده. وانت سألت البقرة عجلك سنه قد ايه؟ ما سألتش البقرة عجلك سنه قد ايه؟ خلاص ما كنتش عارف عجلها كان بريماتشور ولا فول تيرم، اللي بعديها خدوا لبن البقرة. فحتة الفسلكة انه عند التو مانسز ده هيبقى وحش، لا مش هيبقى وحش. واوحش لبن الام برقبة احسن لبن صناعة ايا كان. فبالتالي لو عرفت اخد اللبن ام جيستيشنال ايج بتاع طفلها اقرب للبيبي في الدونيتد ميلك ده افضل، علشان الكومبوزيشن اوف بريست ميلك مش بس بتفرق من ساعه لساعه، بتفرق من يوم ليوم، والبروتين كونتنت والاميونوجلوبين بتفرق من يوم ليوم. يبقى لو قدرت اخد لبن ام برضه 26 اسبوع دونيتد 26 اسبوع كنبيها، لو ما كانش عندي هاخد لبن ام بترضع طفل سنه شهرين افضل بكتير من اللبن الصناعي. وانس حطيت البريست ميلك وصارت فورمولا ما ينفعش تغير. ما ينفعش تغير. This is human milk and this is cow's milk. ده لبن بني ادمين وده لبن بقر، وما ينفعش اخرج بنات من البقر. صح؟ خش دي كتير في الديل ما ينفعش. وبالتالي whenever زي ما الدكتور سامي كان بيقول ما ينفعش اقول ان دي عشان ده شهرين ما ينفعش دي preterm baby. No, this is far far better than انك تدي preterm formula. This human milk, this is the best. Last choice، فشلت في كل حاجة، هتضطر ترجع للبقرة وتجيب ايه؟ preterm formula. تدي preterm formula، وهنتكلم بعد كده على اليوم الأفضل. طبعا the use of fresh milk makes sense because the depletion of commensals, immune cells, immune factors and the enzyme activity that occurs with freezing. عشان كده هنقول الفريش ميلك بيحتوي على كل حاجة موجودة فيه، الفريزنج بيقلل بعض ال properties of breast milk. Okay؟ يبقى لو فشلت في كل محاولاتي for human milk هلجأ لارتفيشال ميلك بريماتشور فورمولا. طيب السؤال، طب استنى قد ايه الهيومن ميلك؟ في امهات ما بتقدرش اول ثلاث اربع ايام تجيب لي ميلك، فاحط الشفاط واحاول اشفط ما بتجيبش ولا نقطه. استنى هاو لونج؟ اللونجست ديوريشن مسموح لي انتظارها 48 ساعه، مش مسموح لي انتظر هيومن ميلك اكتر من 48 ساعة. مع كل مزايا الهيومن ميلك مفيش بعد 48 ساعة ستارت الفورمولا. فورمولا ستارت الارتفيشال ميلك البريماتور فورمولا بعد 48 ساعة، دو نوت بوستبون اكتر من كده. لو بقى
extremely premature baby, extremely unstable baby في السيتويشن دي ممكن استنى شويه زياده، استنى شويه زياده علشان ارجع للبلسم الشافي الا هو اون ماترنال فريشلي اكسبريس بلسم. هو الستارت دايما اول يوم، عشان لو قلنا هنتكلم على الفيدنج بتاع البيبي في اول يوم لازم يكون بنبتدي بياخد الاجوان ستارت كلها من تي بي ان. تي بي ان فيرست داي ده من تي بي ان. الدكتور ايمن سكندر اتكلمنا عنه دلوقتي وبنتابع المحاضره. فيو ستارت ويز تي بي ان فيرست داي، والمفروض يكون عندنا حاجه جاهزه تتحضر مباشره. اوكي؟ ومعاها بنبتدي الاورال فيدنج اللي هو يا دوبك الجت والبرايم، اللي نحط نقطه في بق البيبي، او حتى لو جاب من شويه بريست ميلك من الام ممكن ينزلهم في راي لحد الاستار. اوكي؟ فالبدايه الوانس بتاخد زي ما قلت حضرتك من البارنتشر نوتريشن. انا استنيت يومين عشان اقدر اوصل للجات ماتيوريتي. ما الجات ماتيوريتي والبارير فانكشن والموتيليتي والانزايم اكتيفيتي وكل الكلام ده يعتمد على وجود النيوترين. الروبز رش بتاع النيوترين هو الاون ماتيرنال ميلك ان ذا سيم اوردر الفريشلي اكسبريس. ماشي، بس ما اتوجدش هندي الارتفيشال. طيب وات اف ذا هيومن ميلك از نوت افيلبل، يوز بري تيرم فورمولا ان فول سترينث. مفيش حاجه اسمها اخد النورمال فورمولا واعمل لها هاف سترينث او كوارتر سترينث او ابتدي ديستنت ووتر. ذس براكتس ده انا شخصيا كنت بدرس وبشتغل بيها بروف تو بي رابش. ذس از رابش براكتس. ذير از ناثينج كولد هاف سترينث فورمولا او كوارتر سترينث فورمولا او ابتدي بميه مقطره او جلوكوز خالص نصين كل الكلام ده. طيب اشمعنى بريترم فورمولا مش فولترم فورمولا؟ على الناحيه الشمال بتاعت السلايد ذيس از ذا برين، فوق البرين بتاع عيل 26 اسبوع او 25 اسبوع، وتحت البرين بتاع فولتر. شايفين مقدار الابيض اللي احنا شايفينه ده الديفرنس وكم الابيض اللي بيزيد جوه البرين ماتر من تحت لفوق. ذيس از ذا ماينيشن اند ذا ماينيشن انكريز لوت انكريز لوت. لو جينا بصينا على العيل ال 25 اسبوع مقارنه ما بين ال 25 26 اسبوع والفولتر هنلاقي البودي كالسيوم. هنا بودي كالسيوم عنده 5.6 ملي جرام، هنا 28 ملي جرام، يعني كام ضعف؟ اكتر من خمس اضعاف ضعف. الويت بتاعت البرين، الويت بتاعت البرين برضو اكتر من خمس اضعاف. البودي لينث تقريبا 80% زياده والبودي ويت اربع اضعاف. يبقى ديفينتلي النيوتريشن بتاع العيل 40 اسبوع لازم تختلف تماما عن النيوتريشن بتاع 25 اسبوع. خلاص يبقى ما حدش يجي يقول لي هستخدم فول تيرم فورمولا للبريتر. العنصر الوحيد نون افيلابيلتي، نون افيلابيلتي. طيب زي ده this is why to use a preterm formula and a regular formula. ليه ما نستخدمش بيتر فور الريجولر فورمولا للبيتر بيبي؟ ما ينفعش اجيب الفورمولا بتاع الفول تيرم واديها للبيتر بيبي. ده اسباب متعدده. هنشوف ان البريتيرم ده محتاج بروتين اكتر من الفول تيرم. ولو هنا بصينا على لبن الام اللي طالع من صدر الام المخلفه عيل بريتيرم بيبي هنلاقي انيشيلي كم البروتين اللي في لبنها يعدي ال 4.5 جرام بير سنت، وبعد كده ستيدلي ات ويل ديكلاين. يعني نفس الست نفس البيبي بعد ثلاث اسابيع او اربع اسابيع البروتين وطي. ليه كده؟ ليه كده؟ علشان
ومش بس بيكمل بروتين، ده معروف ان البريتيرم فورمولا عنده حاجه اسمها كونديشنالي اسينشال امينو اسيد. يعني ايه؟ يعني التورين والسيستين والارجينين which are non-essential for the preterm baby وبيقدر يكونهم في جسمه في الفول تيرم، في البريتيرم ما بيقدرش يكونهم. يبقى these are conditionally essential amino acid، تورين وسيستين وجلوتامين are conditionally essential. preterm لازم يبقى عنده الامينو اسيدز دي موجوده، ولازم يبقى التوتال اماونت اوف بروتين اكتر، علشان بروتين اكتر محتاج كالوريز اكتر، علشان الريت اوف انكريمنت اوف بودي ويت بتاعه عمر ما بنوصل للريت اوف انكريمنت بتاع اخر 3 شهور النيوتر. اخر 3 شهور النيوتر العيل بيكبر جدا 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 ما دام محتاج كالوريز. حقيقي احنا في شهر رمضان بنكبر بمعدل اكتر من الفيتس في ايه اخر 3 شهور، بس this is exception عشان التفاصيل ماشي. الكالوريز محتاج كالوريز اكتر، محتاج اديكوت فات بروفايل. اشمعنى الفات اللي بنقول مهم وغايه في الاهميه؟ الفات غايه في الاهميه علشان في حاجه اسمها اسينشال فاتي اسيد. لو جينا ورينا الوزن بتاع البرين في ال 25 اسبوع 25 جرام كومبير ل 375 جرام، عارفين 375 جرام دي تركيبتها ازاي؟ 60% منها ار فات، فات 60% و 25% من الفات ده اسينشال فاتي اسيد. يبقى ما حدش يقلل من اهميه اللي واتس كول ال سي بوفاز اللي هي لونج شين بولي ان ساتوريتد فاتي اسيد، اللي هي ميجر ميجر كومبوننت بتاعه الاسينشال فاتي اسيد، علشان دي تمثل 25% من 60% اللي هو وزن البرين. خلاص مش بس كده البرين هنا حاجه ثانيه كمان، البرين هنا كمان. طيب اسرع معدل لنمو البرين في البني ادمين أول 2 years of life، عظيم خالص. البرين بيتولد البيبي بيبقى 25% من السايز بتاعه لما يبقى ادلت، كام بالمية؟ 25. بعد سنتين يوصل كام؟ 80%. إذا خلال سنتين زاد 55%، أسرع معدل نمو المخ في البني آدمين. عند 5 سنين يبقى 90%، زاد كم في المية؟ 10% في 3 سنين. الباقي 10% بقى ربنا يرفعهم لو خوفي زاد. فزاد زي ما احنا شايفين ان ال 55% دول ما ينفعش ان انا اقول بريست ميلك هيقف قبل سنتين. اللي بيدور على كوجنيتيف فانكشنز ما يوقفش رضاعه طبيعيه قبل سنتين باي اني مينز. محدش يقول بعد سنة كفاية ده لبن خفيف، سنة ونص ازاي ده بياكل رز وملوخية، هديله بتاع هيطلع عنده خلف. طبعا اوعى حد يسمع كلام الفاضي ده. بريست فيدنج 2 years is non negotiable، ما حدش يناقش فيه 2 years، لان احنا محتاجين الفات اللي في البريست ميلك عشان البرين ديفلوبمنت. 60% دراي ويت بتاع البرين فات. عشان كده لما نيجي نقول برضه في الاكل بتاع البيبي ما ينفعش اديله حاجه فات فري اول 2 years، وي نيد الفات، اتس اكستريملي امبورتنت. من ضمن الحاجات الثانيه ان الابسوربشن بتاعه الفات في البريترم بيبيز از نوت از افيشنت از الابسوربشن اوف فات بعد كده. يعني الفات ابسوربشن از ماتر اوف ماتوريشن اند فانكشن. علشان كده البريترم فورمولا لازم نحط فيها حاجه اسمها ام سي تي او الميديم تشين تريجليسرايد. الميديم تشين تريجليسرايد ار اوريدي دايجستد اند ايميديتلي ابسورب، غير بقيه الفات اللي موجود في الميل اللي لازم يحصل له دايجشن. يبقى البريترم فورمولا لازم جزء من الفات بتاعها يبقى ميديم تشين تريجليسرايد for essence for absorption. نفس الحكايه الماتوريشن بتاعه الدايجستيف فانكشن، اللاكتيز انزيم اللي بيهضم لي اللاكتوز بتاع اللبن ده is a function of maturational process. يعني مش اول ما تولد اللاكتيز بنفس الاكتيفيتي. يبقى بالتالي لو البريتيرم اتولد وشلت جزء من اللاكتوز واستبدلته بانذر شوجر زي مالتين ديكس مالتي ديكستروز، يبقى this is an advantage عشان الدايجشن بتاعته اسهل
وفي نفس الوقت it is not hyper osmolar osmolarity بتاعته عالية يبقى ما عنديش danger of hyper osmolarity. النيوكليوتايد مهمة جدا جدا والأوبتيمال كالسيوم تو فوسفورس ريشيو كل الكلام ده يخليني أقول إن البريترم بيبي لو استنيت 48 ساعة ما عرفتش أحصل على هيومن ميلك هستخدم البريماتيور فورمولا مش هستخدم فول تيرم فورمولا. نمرة اثنين مفيش حاجة اسمها half strength أو quarter of strength بتستخدم في الفول strength. في بلاد متقدمة جدا زي أمريكا البريتيرم فورمولا مش موجودة فيها بغزارة ففي فورمولا عندهم بيستخدموها الديفرنت دايليوشن different dilution بيقول 1 سكوب في الخمسين او ثم في 55 ثم في 60 او العكس ابتدوا في 60 ثم 55 ثم 50 مش ده الحاجه الافضل. الحاجه الافضل ان انا استخدم فورمولا مخصصه للبريترم بيبيز rather than one formula fit all size all size لا ما ينفعش. طيب دكتور عادل احنا قلنا هنبتدي الفيدنج بالهيومن ميلك ات وات فوليوم تو ستارت ترافيك فيدنج. ترافيك كلمه ترافيك يعني ايه؟ يعني هو الغرض من ترافيك يعني بيسمح بالنمو تو ستيميليت. ات وات فوليوم ار وي جوينج تو ستارت الترافيك فيدنج؟ الترافيك فيدنج زي ما قال الدكتور هشام احنا بندي كميه من اللبن علشان تو ستيميليت جروث. هذه الكمية بنقعد few days ما بنزودهاش. يعني كل الحكاية ان احنا بندخل حاجة عشان يبقى الجت في نيوترينتس. فبنبتدي من 10 ل 25 في الأطفال الأقل مثلا من كيلو هنخليها ناحية ايه 10 الأكثر من كيلو هنخليها في ناحية الايه ال 25. لو جينا نقول هنا the actual volume بتاعنا أخرف feeding range from 10 to 25 milliliter per kg per day خلاص؟ and also from day one of life onwards. لو أنا جيت قلت طفل ده وزنه 700 جرام لما أجي أديله 10 milliliter per kg per day يبقى هياخد قد إيه؟ 7 سنتي تمام؟ يبقى ما أديله كل مثلا 3 ساعات سنتي خلاص is enough. This is a trophic feeding. وأفضل عليه for few days and then we start إن احنا نزود بعد كده اللي هو النيوتريتيف فيدنج. Early introduction of trophic feeding compared to fasting have a not significant trend towards reaching full feeds earlier and no difference in NEC. المهم هنا عندنا إن احنا بنوصل إن لو انت سبت الجت فاضي بتزود الانسدنس بتاع نيكروتايز انتيركولايتس ثلاث اضعاف. بيبي ان بي او فور لونج بيريد از اسوشيتد ويز ثري فولد انكريز في الريسك اوف لاك. عشان كده بنقول الجت لازم يبقى دايما في نيوترينتس ما ينفعش اسيبه فاضي. فابتدي ترافيك فيدنج كمية صغيرة زي ما قلنا من 10 ل 25 وبعد كده بعد عليها فيو دايز وبعد كده ممكن ابتدي ادخل النيوتريتيف فيدنج. هتكمل الترافيك فيدنج قد ايه؟ نور الصورة ما يبقى بص انا واضحة there is not enough evidence to call حد قد ايه. Usually we have a few days, 3 days, 4 days, even less sometimes are very stable. What about the kind of activity in the nutritive field? According to stability. هي أهم حاجة إنه حطي nutrient enteral في الجلد. حته بقى قد ايه it will depend هل هي مدايناميك العيان ستيبل هل السيبسس عامل ايه بيبوستولز قد ايه. كل الكلام ده هيخليني افصل الاكل بتاعي بطريقه مختلفه. لكن احط ان بي او معناها ريسك اوف نيكروتايزنج تيروكولايتس زاد ثلاث اضعاف. انا بقول دايما لما بنمر ونقول العيان ده وقف الانترال في
القرار ده بالنسبه لي ده اصعب قرار في الدنيا، اللي هو القرار اللي بياخده عندنا اشهر دكتور بشرط معدي يقول لك وقف الفيدي ليه العيان عطس مرتين. ده قرار انا بشوف انه اكستريملي ديفيكلت. يعني ايه توقف الانترال فيدنج؟ لازم تتردد 70 مره قبل ما تاخد هذا القرار، مش ده ابسط قرار تاخده بمنتهى السهوله. ازوده بقى ولا ما ازودوش؟ دي التزامات الرفضيه، ولكن اوقفه ده في منتهى الخطوره. يبقى لو العيان هيموداينامك مش ستيبل زي ما الدكتوره قالت، لو العيان مركب اسطر بسرعه، لو العيان خايف، خليك ماشي على كميه قليله بس انتي دو نوت كيب ذا جت ال بي او. دي المصيبه ال بي او ده، احنا كلنا هنلاقي حتى هنا في مصر وبره بابا ال اي سي. المعلومه لازم توصلوا ليها ان ال اي سي ريسك بتاعها بيزيد 3 اضعاف ولا يبدو جت ال بي او. ريسك اوف ال اي سي انكريز ريفورمز ووز بوتينج ذا جت ال بي او. خلاص اولموست نيفر. قرار الـ NPO ده قرار extremely difficult. This is the most senior decision. The most senior decision. يعني اللي يقول وقف ده اللي most senior اللي يقدر يقول كده، وبرضه لازم يكون حريص جدا عشان كلمة زي دي. لأن زي ما بقول لما بتخف بتقلل أو بتوقف الأكل اللي داخل للجات، إيه اللي بيحصل في البلاد سبلاي؟ الغات يبقى كومبرومايزد، ما بيروحش. ايه اللي هيحصل؟ ها؟ البكتيريا المفيده وغير المفيده هيخشوا يهاجموه عشان ياكلوا هياكلوا الهواء، هتخش في ال اي سي. فاوعى حد يسيب الغات فاضي. For any reason, this is the most senior decision. اللي هو ممكن يفكر شو عمله ايه؟ ممكن يفكر يوقف فيه. المعلومه الثانيه، مش بس البكتيريا هتهاجم الانتستين، احنا لو شفنا النيوتريشن بتاعه الفيلاي، النيوتريشن بتاعه الفيلاي 70% جاي من حاجه اسمها سنترال ارتريول، ولكن 30% من النيوتريشن بتاعه الميوكوزا جايه من اليوم بتاع الجلط اللي هي النيوترنت اللي انت حطيتها، بتديني 30% اوف نيوتريشن اوف الميوكوزا. يهمك جدا نيوتريشن اوف الميوكوزا، يهمك جدا تعرف انه بعد ال الفيرست داي اوف كولوستروم ادمنستريشن الدي ان اي بتاع الميوكوزا، الدي ان اي بتاع الانتستين بيزيد 5 فولدز افتر ذا فيرست داي اوف كولوستروم فيدنج. يعني ايه بيزيد 5 فولدز؟ يعني الباور اوف ريبليكيشن بتاعت الانتستين، الباور اوف ماتوريشن بتاعت الانتستين زادت 5 اضعاف افتر ذا فيرست داي اوف كولوستروم فيدنج. يبقى هاو دو يو دير نوت تو فيد ذا جات؟ ماشي. لو قلنا النيوتريشنال فيدز الداي اوف ستارتنج الفوليوم فريكونسي والانكريمنت، هنمشي كده زي ما احنا قلنا ان مفيش ايفيدنس تقول لي بالظبط لازم اعمل التروفيك فيدنج كام يوم. هبتدي 10 ازود 10 على اللو رينج لمده 3 4 ايام، ماشي الامور كويس، شيفت لواتس كولد نيوتريشنال فيدنج. نيوتريشنال فيدنج بيقول بيقسموها تحت سن كيلو، تحت وزن كيلو وفوق كيلو. اللي تحت كيلو هبتدي من 15 ل 20 وازود 15 ل 20 بير دي. للي فوق ودي بمشي يومين ثلاثه بالنيوتريشنال فيدنج، ماشي كويس ممكن ابتدي ازود الى 25. في العيال اللي فوق كيلو ابتدي نيوتريشنال فيدنج ب 30 سي سي بير كيلو وذ ان انكريمنت اوف 30 سي سي. خلي بالي من حاجه في ذهني، حاجه غايه في الاهميه، هو الجول اوف انترال فيدنج ايه؟ الجول اوف انترال فيدنج بالاضافه للنيوتريشن وكل الكلام ده انه السنترال لاين بتاعتي اشيلها اقدر ما يكون. ليه؟ علشان غالبيه السبسس بتاعي السنترال لاين ريليتد.
طب ده في الدول الغلبانه الخيبانه الريت اوف سيبسس فيها عالي، هل الكلام ده ينطبق على الدول المتقدمه؟ ينطبق على الدول المتقدمه. ومن سنه 1992 كان في دراسه معموله في اسكندنيه عملها واحد من اشهر النيرولوجيست هناك اسمه ادل كلاس، ورد انه الريسك اوف ليت اونست سيبسس اما العيال بتوصل للفول انترال فيدنج بعد اسبوع 3%، بعد اسبوعين بتطلع ل 6%، بعد 3 اسابيع 28%، بعد 4 اسابيع 57%. شايفين بتتضاعف ازاي الريسك اوف ليت اونست سيبسس وذ ذا بريزنس اوف سنترال لانج. يبقى انا كل ما قدرت تو بوش في الانترال فيدنج واوصل للفول انترال فيدنج بدري، ان اوبتيمال اوصل امتى للفول انترال فيدنج؟ فول انترال فيدنج قال لك تحت سن تحت وزن كيلو اوصل للفول انترال فيدنج بعد اسبوعين، مش 3 اشهر او 6 سنين او نيفر زي ما بيحصل عندنا. واللي فوق كيلو توصل للفول انترال فيدنج افتر 1 ويك، after one week توصل للفول انترال فيدنج. يبقى تحت كيلو بعد اسبوعين واللي فوق كيلو بعد اسبوع، وصلت للفول انترال فيدنج شيل السنترال لاين، شلت السنترال لاين الريسك اوف سيبسس بتاعك قل من 58% او 57% عند الاسبوع الرابع الى من 3% الى 5-6% في اول اسبوعين. وبالتالي قصة ان احنا فرحانين، طبعا هو الناس دي عاشت البرنترال نيوتريشن قبلنا بكتير كتير، ووصلوا ان هي اتس ميجر ريسك فاكتور فور سبسس، وبالتالي هم دلوقتي بيحاولوا يتخلصوا منها از ايرلي از بوسبل. فول انترال انتيك بعد اسبوع في الاطفال فوق كيلو ولا اقل من كيلو بعد 2 ويكس فول انترال انتيك، وبعدين انت طول ما بتزود الانترال انتيك انت بتقلل التي بي ام، مع زياده الانترال انتيك انت بتقلل التي بي ام. احنا مبسوطين ان ابتدى يبقى عندنا تي بي ام، بس ما نفرحش بيه وننسى الاطفال على التي بي ام، ما ينفعش. سنترز فيها تي بي ام دلوقتي كتير وكلنا بنشتغل بتي بي ام، لكن لازم نعرف انها وي ماست ستوب ات از ايرلي از وي كان. شيل الكاتيتر شلت معاه ريسك اوف سيبسس عالي جدا. اما قارنه بقى ما بنتكلم بنقول من 5، يعني في حاجه اسمها لو رينج اوف انكريمنت وهاي رينج اوف انكريمنت. لو رينج بيوجد ال 15 ل 20 ده الرينج بتاعه، الهاي رينج اوف انكريمنت بيوصل ل 30 35. اما قارنه الاثنين البعبع بتاعنا ايه؟ ال اي سي فاست انكريمنت ديد نوت انكريز ذا ريسك اوف ان اي سي مورتاليتي اور انتربشن اوف فيدنج. يبقى الحاجات اللي انت خايف منها البعبيع ما سبب ان الفاست انكريمنت ما بتعملهاش، عملت الفاست انكريمنت وصلت لايه؟ وصلت للفول انترال انتيك اقدر، وصلت للفول انترال انتيك اقدر، شلت السنترال لاين، قللت الريسك اوف سبسس. مين عنده في وحدته الميجر كوز اوف مورتاليتي السبسس؟ كلنا الميجر كوز اوف مورتاليتي عندنا سبسس. يبقى كل مجهود لازم يتعمل ان انا اوصل للفول انترال انتيك ايرلير عشان اقلل الريسك اوف سبسس بتاعي. الفاست انكريمنت از نوت اسوشيتد وذ انكريز ريسك اوف ان اي سي. لو جينا سالنا احنا قلنا ايه مثلا الدكتور جنتال كان بيقول ايه المدي 30 والانكريمنت 30 او الادفانسمنت 30 مللي لتر بير كي جي. لو طفل وزنه كيلو هيبقى ياخد كام في الرضع الاول؟ 30 على 8 يبقى ياخد كام سنتي؟ او على 12 على 12 يبقى كام سنتي؟ 2 سنتي ونص. ولو عدى على 8 هيبقى ياخد له كام؟ حوالي 3 سنتي ونص. الزياده بتاعته قدهم ثاني يوم، مش هقعد اديله بقى سنتي كل 3 4 ايام ازودهم له لحد ما يخش الابتدائيه، يبقى يا دوبك ايه؟ عملت. ما ينفعش ما ينفعش. Slow advancement is not an advantage. Rapid advancement هو ده المطلوب وهو ده اللي هيأتين البيرث ويت تو ريجين بيرث ويت فاستر. ترجع للوزن الولاده اسرع وتتخلص من الانترال نيوتريشن ايرلي. تتخلص من الريسك اوف سيبسس. النقطة دي
الدرس اللي درس بقوه خالص اللي هي slow advancement of enteral feed volume to prevent necrotizing enterocolitis في الجروب اللي من كيلو لكيلو ونص. 6 trial involving 618 infants ورد ايه؟ ورد the trial typically defines slow advancement as daily increment of 15 to 20 and faster advancement as 30 to 35. لقوا الاطفال with slow advancement took significantly longer time to regain burst weight and to establish full enteral feeding. خلاص؟ No increased risk of necrotizing enterocolitis. يبقى انا ما قدرتش اوصل للتارجت بتاعي التخلص من السنترال لاين as early as possible. What is the frequency you're going to feed? And every 2 hours or 3 hours? هنأكل كل قد ايه؟ هنأكل كل قد ايه؟ كل قد ايه دي مش بقى يعني في منها جزء فيسيولوجي وادابتيشن وجزء براكتيكال. كلنا في وحداتنا بنعاني من نقص التمرين. لما تيجي تقول للممرضه اللي ماسكه 5 اطفال بدل لما تغذي كل 3 ساعات غذي كل ساعتين، يعني انت زودت البردن اوف ورك بتاعها 50%، زودته 50%. هي حاسباها ان بتعمل الكير مع الرضاعه، بتعمل الكير كل 3 ساعات، الكير ده هيشمل كل حاجه، فبتقول لها بدل كل 3 ساعات اعمليه كل ساعتين، يعني 50% انكريمنت. فريزيستنج. ولكن الكونسبت كالاتي: في الاطفال اللي ابوف كيلو 250 لكيلو 500 او اكثر من 28 اسبوع كونسيدر 3 اورز بيست فيدنج. فكر في 3 اورز لو قدرت، لو عندك الرفاهيه ان في وحدتك عندك تمريض كفايه خليها 2 اورز. الاطفال الاقل من كده يستحسن يبقى كل ساعتين مش كل ساعتين. يستحسن يبقى كل ساعتين مش كل 3 ساعات. Maybe we can reach the full enteral intake after. This is controversial، ما هوش established. فصلها زي ما انت عايز، a matter of debate. بس فكر في الاطفال الاصغر من ضمن الادفانتج بتاعتها، ما هتقسم ال 30 سنتي او ال 24 سنتي تقسمهم على 12 معناها الرضعه 2 سنتي. هل 2 سنتي افضل ولا 3 سنتي افضل؟ probably الامتي بتاع الشمط في 2 سنتي هيبقى احسن. فميبي تو ريتش الفول انترال انتيك افضل لو ظروفك تسمح وتمريضك سمح لك بكده. How are you going to assess the tolerance بتاع الفيدنج؟ يعني ايه اقول الطفل ده well tolerating the feeds؟ عن طريق ايه؟ ايوه مين بيعمل جاستريك اسبيرت دلوقتي في حضرتك؟ يا فريد هو ما تقوليش ما تقوليش لا 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 كله رفع ايده كده كله رفع ايده كده. مين بيعمل جاستريك اسبيرت في حضرتك؟ يعملوا من كده كلنا بنعمل. انا ما بعملش بقالي سنين طويله الحقيقه، انا ما بعملش بقالي سنين طويله. اوكي، لكن هو دلوقتي بروف ان احنا ان الجاستريك residual volume should not be the guide ان انت تقول انا البيبي ده tolerating or not. Okay, do not check gastric residual routinely. Check pre-feed gastric residual volume only after a minimum feed volume per feed is attained. انا بعمل ايه؟ بسيب الراية المفتوحة قبلها بنص ساعة، ما بعملش ساشن تشفيط حتى لو بسرنج انسولين لو هتضطر تشفط. لكن انت ممكن تنتش الميكوزا بتاعت الاستمك والبيبي يجي له جاستريك بليدنج وتقول لي بقى داخل في الفاز وتصير كويس تخش في علامه ما لهاش اي لازمه. Do not check abdominal girth routine زي الدكتوره راجل زعلان منه. تمام؟ Isolated green or yellow residual are unimportant. الجرين اللي انتوا بتشفطوه ده لازم يعرف تشيك الاول السايت بتاع الراي بتاعك واصل لحد فين. ممكن يكون معدي الديدينوم بيه وداخل معدي الاستمك وداخل على الديدينوم. هل الديدينوم هيجي لك الاحمر؟ الانتي كريستالتيك ويفز اللي موجوده في البريترم بيبيز دي بتدخل لك الاحمر على الاستمك. الجش بتاع البايل من الجول بلادر وهي بتنقبض
ممكن يرجع جزء منه الى الستار. فكونك بتاخد يلو اسبرين جرينش او يلو اسبرينز مش مهم، لكن جرينش فوميتنج يمكن ده اللي تبتدي تهتم بيه. مش بس كده، ما ننساش انه احيان كتير خالص الاعيان بيبقى على سيباب ولا نيزو فارينجيال تيوب، او من كتر تشفيتي انا عورت النيزل ميوكوزا، فالنيزل ميوكوزا بتخرخر دم، فما هتيجي الحكيمه تشفط الجاستريك فانتان هتلاقي دم، فمش ده الدم اللي يخوفني، الدم اللي يخوفني دم فعيان ما عندوش هيموراجيك تندنسي، ما عندوش اذر بليدر، الدم بيجي من غير سكشن جامد، انا بشيل هم الدم ده علشان فعلا ده هو اللي بيبقى من earliest manifestation of NEC اللي لازم اخدها في الاعتبار. ماشي. طيب ممكن نبقى هنعمل ايه؟ لو لقينا الجسر انا شفطنا في الواحد عندنا بنشفط ولقينا جسر كريزيبيل، للاسف كثير منا بيلاقي جسر كريزيبيل ده بيروح رامي جسر كريزيبيل، ما ننساش ان جسر كريزيبيل دي فيها بروتين وفيها دايجستيف انزيمز وليها نيوترينت فاليو. طيب يبقى لو اول مره شفط ولقيت جسر كريزيبيل اب تو 5 مليليتر او 50% اوف ذا بريفيس فيدينج انا هرجعها اول مرة. لو رجعت تاني هخصم ال 5 سنتي دول او ال 50% of the previous هخصمهم من الرابعة السابقة. لو رجعت التالت اعمل ايه؟ لو رجعت التالت هشيل 50% من الرابعة. طيب لو رجعت تاني اعمل ايه؟ لو رجعت التاني عندي اوبشن اوقف رابعة وارجع ارجع تاني واشوف، دي اوبشن. الاوبشن الثاني اللي انا تشفت لنص الرضعات، يعني انا كنت بدي 8 سنتي شفت ل 4 سنتي، شايفين كم خطوه with perseverance and persistence for continuation of enteral feeding. لو بعد كل ده persistence of the problem يبقى you may consider انك بدل ما بتدي الرضعه بتاعتك كبونس تديها باي سيرنج بامب على مدى نص ساعة أو على مدى ساعة بدل أما توقف الفيد. إحنا كنا قايلين البيبي ده على سيباب، سيباب إحنا بنشوف كتير جدا في السيباب، السيباب بلي البطن المنفوخة كده والبطن المنفوخة دي بترعبنا. طيب هتحسي العيان على سيباب وهو على سيباب؟ هنغسل عيان وهو على سيباب؟ لازم اخد غسل عيان هو على سيتا ولا انتر نيوتريشن؟ اللي هيغسل هرفع ايده. كويس. اللي هو ديفينتلي السيباب والسيباب بلي از اسوشيتد ويز with decrease of pre and post prandial insulin blood flow. Definitely it is associated with decrease in insulin blood flow. بس مش بس كده، هو بيقلل insulin blood flow. انت عايز تزود insulin blood flow علشان تقلل risk of necrotizing enterocolitis. ازاي تزود insulin blood flow؟ مفيش حاجة احسن من enteral nutrition to improve the mesenteric blood flow. This is less stimulus for improving my mesenteric blood flow اللي انا ادي enteral nutrition rather than to stop. طيب هتدي الاورال نيوتريشن ده اوروجاستريك ولا ميزوجاستريك؟ مفيش فرق بينهم، تدي زي ما انت عايز. هنيجي بسرعه ان احنا خلاص الوقت بتاعنا خلص. كونتينيوس ميزوجاستريك فيدنج فيرسس انترميتنت، ويتش دو يو وانت بريفير؟ تدي كونتينيوس ولا تدي انترميتنت؟ هو السمري بتاع الكوكرين ترايل ده اترند توردز ايرلي ديسشارج
for infants less than 1 kilo birth weight اللي كان عندهم continuous tube feeding. يعني maybe في العيال اللي تحت كيلو لو عملت لهم continuous rather than intermittent they may reach full enteral intake أكثر. عند اليوم الرابع لقينا البيبي بقى بهذا الشكل عنده ايه؟ عنده increased oxygen needs. البيست فيسل بتاعه بقى 12 والكابيلاري ريفيل بتاعه بقى 6 ثواني. كلنا بنفكر في سيبسيس، عملنا السي بي سي والسي ار بي بتاعتنا، طلعوا السي بي سي والسي ار بي بتوعنا نورمال، قلنا هندي للبيبي ده دوبامين او هندي له حاجات تو امبروف هيز سيركيوليشن. Can you continue enteral feeding على طفل بياخد دوبامين؟ طفل بياخد دوبامين بياخد اينوتروبس بتزود بتدي له فيجن؟ ها قول يس اور نو؟ خلص خلص لا ما تخبطيش دكتور سلام ما تخبطيش هندي الطفل ده دوبامين وهندي له فيجن ولا هنوقف حاجه فيهم؟ هو زمان كنا بنقول لما وانس البيبي هيمودايناميكلي انستابل وقف الانترال فيدنج ذيس بروف تو بي رونج. الحته دي ما اتدرستش بامانه سيستماتيكلي. هل العيان الهايبوتنسيف ياكل ولا ما ياكلش؟ ما فيش بحث بيتدخل الموضوع ده، ما فيش كوكران ريفيو، ولكن في بحث من سنه 1995 درس الميزنتريك بلاد فلو مع انكريزنج دوز اوف دوبامين ودوبيوتامين وصل لغايه 10 مايك بير كيلو وشافوا الميزنتريك ارتيريال بلاد بريشر والميزنتريك بلاد فلو، لقوا انه اما وصلوا لغايه 10 مايك بير كيلو دوبامين ودوبيوتامين ده ادى الى امبروفنج المين ارتيريال بلاد بريشر امبروفنج ميزنتريك بلاد فلو. وكان الكونكلوجن في الاخر ذس نيجاتيف امباكت اون ميزنتريك بلاد سبلاي predisposing to necrotizing material, but this is not probable. يبقى الرشنال بتاع ان وانس العيان ده بياخد ادويه منشطه للدوره الدمويه يجب ايقاف التغذيه، لا مش صح. خايف الجا للبلسم الشافي، stick to freshly expressed or maternal milk. عملنا الاكس راي. ايه رايكم بقى شايفين الاكس راي دي فيها ايه؟ هديله اي حاجه. ها؟ اه يلا نجيب ميثوليك ولا ميجيبك؟ لا دي مش ميجيبك، في البيري هايلر شادوز ايه؟ ادي البيري هايلر شادوز واضحه هنا اهو، في كارديوميجري هنا اهو، شايفين الكاردياك ويز شكلها ايه؟ اللنج بتاعتي بليثوليك، في بيري كارديال شادوينج، سايز اوف ذا هارت كبير، البيبي ده عنده ايه؟ عنده بي دي اي. عملت ايه؟ عنده بي دي اي. هتعمل له ايه؟ فلويد ريستريكشن اوكي ودايريتك ادمنستريشن. باك دار بيسيز خد باك دار بيسيز علشان تزود الهيماتوكريت فاليو بتاعته 45. طب لما بتدي بلاد ترانسفيوجن هتوقف الفيدنج؟ ها؟ ها؟ هو مش فيدنج انترال فيدنج. هو البيبي ده بيخش بطنه اكل، بيخش بطنه لبن وبياخد بلاد ترانسفيوجن. كان في انتيتي طلعت موضه كده اسمها بلاد ترانسفيوجن اسوشيتد نيكروتايزنج انتيروكولايتس، والموضه دي جديده خالص خالص. ده سبب خطاها سنه 2018 لسه فيري ريسنتلي اللي نوفيا وترانسفيوجن اسوشيتد نيكروتايزنج تيروكولايتس بريتر انفنت ان ابديت ميتا اناليسيس. الكونكلوجن بتاعتها اخر كونكلوجن بتاعتي نو اسوشيشن بتوين باث ار بي سي ترانسفيوجن اند ان اي سي، نفوا وجود حكايه الترانسفيوجن اسوشيتد نك. مش صحيح ان في حاجه اسمها ترانسفيوجن اسوشيتد نك. البيبي ده مشينا كونسرفتيف ونقلنا له بلاك ار بي سي، ورغم كده فضل العيان ده هيموداينامكلي ستيبل وعنده انكريس اوكسجين نيدز. قررنا ان الضغط ده هيموداينامكلي سيجنيفيكانت ولازم نتعامل معاه. هتعالجوها ازاي؟ هتدوا ايه؟ دراج ايه؟ اندوميتاسل وتدوا ايه تاني ممكن؟ بروفن اوكي؟ طيب في الحلقه دي بقى هنكمل الانترال فيدنج وهنوقف بسرعه.
بيأثر على الميزنتريك بلاد فلو فبيخوف البروف ما بيأثرش. يبقى ما تقولي اثناء تريتمنت اوف داتس اقول لك انت بتعالج بايه؟ اندوميسسين بي كوشس الجأ للباكسن الشاب. الكونكلوجن ايه؟ if the infant is already on a minimal phase continue to give trophic feeds until the endomysosin course finishes. Can continue to give trophic, do not change the enteral. While there is no randomized controlled studies comparing feeding during endomysosin therapy versus ibuprofen, indirect evidence suggests ibuprofen may be safer عن الاثنين دول. في حاجة اسمها دارفي ترايل داتس ارتيريوزس فيد اور فاست endomysosin versus ibuprofen. قالت ايه؟ الاطفال اللي receiving trophic feeds or no feeds during drug administration period ما حصلش increase في necrotizing enterocolitis ولا اشكالات في العيان اللي يكملوا على الفيدنج ووصلوا لفول انترال انتيك ابدر. يعني لو بيعمل اندوميسسن وماشي على ترافيك فيدنج تكمل ترافيك فيدنج ما تسيبش البطن فاضيه. مش بس كده، ده لو ما كانش ابتدى وانت بتدي اندوميسسن ابتدي له بالبلسم الشافي، هاتلي فريشلي اكسبريس بلسمين وابتدي له خليك على اللو رينج، مش قول من 10 عن غير 25 خليك على ال 10 ماشي؟ ماليش دعوه ولا دكتور السنة بنوقف علشان لا في حاجة واحدة بس أنا إيه معلش هنوقف بس هوريكم حاجة في الآخر بس في الآخر ثانية واحدة هنشوف هنا طيب. دي احنا شايفين هنا ايه؟ عندنا almost 30 تقريبا اكسكيوز عشان توقف الرضاعة. 30 اكسكيوز طبعا شكلها في المشاهد معلش 30 اكسكيوز 30 ده عند الامريكان. ده مين كاتب المقالة دي؟ ده بروفيسور ويليام هاي. بروفيسور ويليام هيل ما عرفوش الاديتور ان شيف بتاع كارنت بيدياتريكس. كارنت بيدياتريكس الكتاب اللي كلنا بنستخدمه بروفيسور ويليام هيل واحد من اكبر النيونيتال نيوتريشنز في العالم. هو رصص ال 30 اكسكيوز عنصر البليد ايه مثلا 30 اكسكيوز مش هنقعد نعدهم بس هو 30 حاجه عند الامريكان فاحنا طبعا احنا معذورين ان احنا نعمل الكلام ده نخاف من الكلام ده. حاجه بقى الاخيره ادي هنا عندنا الطفل الاقل من كيلو بديله الترافيك فيدنج على 15، اللي من كيلو لكيلو ونص بديله ترافيك على 20، الكيلو الطفل اللي اكثر من كيلو ونص بديله على 25. بزود ازاي؟ بزود هنا ده 15 ده 20 ده 25. يعني ببتدي بخلق 15 20 25 وزود 15 20 25 ده المفروض اللي ايه اللي نمشي بيه علشان هو ده نفس الكلام. هسيبهولكم ان شاء الله. Thank you very much for your كل واحد من اللي قاعد عنده سؤال في المسيح عشان نقدر نفتح الاسئله، لان اصلا اللي قاعدين هنا عندهم اسئله. لما انا جاي قاعدين كلهم عندهم اسئله فاحنا هنستنى في اخر السيشن باذن الله الدكتور يعني نخلص معاك مناسبه عشان نقدر نفتح الاسئله. احب اشكر طبعا الدكتوره ايناس على المؤتمر الرائع الجميل، دكتور عادل والدكتور هشام، يعني كل واحد فيهم حضرتك تبقى قيمه وجميله ورائعه.